اروح حق الوعد اللي وعدتني اياه. عندك سر ثاني تبي تكشفه في برنامج الصندوق الاسود؟ سر ثاني عن السيد محسن الحكيم اللي هو شنو؟ انه شلون وافق على مجيء البعثيين في عام 68. السيد محسن الحكيم هو اللي وافق على مجيء البعثيين في عام 68، وهاي لها قصه، والقصه كالاتي. في بدايه الثمانينات لما صدام اعتقل آل الحكيم وأعدم رجالهم حوالي 60 شخصية من هاي الأسرة من أولاد وأحفاد وأقارب السيد محسن الحكيم، 60 واحد أعدمهم صدام أو أكثر قد يكون، فأغلقت كل يعني الأبواب في وجوههم، وكان أكو مكتبة للسيد الحكيم مقابل مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مقابل الحضرة في منطقة الحويش، يعني تبعد عن المرقد ربما 50 متر أو شيء، فقط الشارع يفصل بينهما. هاي مكتبة السيد الحكيم، والسيد الحكيم مدفون فيها في ظهر المكتبة ما بين مسجد الهندي والمكتبة، مدفون المرقد مالت. هاي كان أحد القائمين عليها زميل وياي، أنا وياك كنا بالإعدادية. اللي هو منو؟ والده كان هو الحارس مال المكتبة، اللي هو اسمه يعني هو المفروض على كل، بس هو صندوق أسود، اسمه ناجح شمخي جبر، فالعم شمخي هو كان حارس المدرسة المكتبة، آسف، هو الحارس يعني الرجل والمؤتمن على ما موجود به. أنا وناجح طلاب بالإعدادية، جاي نحكي ثمانينات الآن. طيب. قبل أن أروح للكلية يعني، وقبل حتى إعدام ألبو الحكيم يعني في 79 80 81، من هاي الفترات يعني احنا زملاء سوا في مرحلة واحدة ورحلة واحدة، نجلس في صف واحد. فكنت أدخل إلى مكتبة الإمام الحكيم وأطلع على الكثير من المسائل. فبعد الإعدامات اللي صارت، لأن كان اللي يدير المكتبة ابن السيد محسن الحكيم اسمه الدكتور عبد الهادي الحكيم، فكان ما يقبل ننزل للمخطوطات إلا بطلب، عندنا دراسة أو بحث. زين أنا واحد بعمري يعني بذاك الوقت 18 سنة ما عد، أو 16-17 سنة ما عد ذاك البحث العلمي اللي يطلب متابعة مخطوط، وإنما نقرأ المطبوع يعني. طيب. فلما أعدم وصارت المكتبة، فديوم طلبت من الأخ ناجح، قلت له أريد أشوف المخطوطات في مكتبة السيد الحكيم. فنزلنا إلى المخطوطات بالسرداب، ورأيت عشرات لا بل مئات المخطوطات والطبعات الحجرية القديمة والكثير من الكتب المهمة. وكان هناك دفتر بها فتاوى السيد محسن الحكيم، هاي أنا الرواية مسؤول عنها أمام الله وأمام الشعب العراقي، وذكرت أنا الآن شاهد اللي هو بالمكتبة، وأمام التاريخ الله هو اللي راح يحاسبني على هاي المقولة. قرأت الاستفتاء كالآتي: هل توافق، السؤال موجه للسيد الحكيم في عام 68، سيد محسن، هل توافق على حكم البعثيين في العراق عام 1968؟ الجواب: نعم أوافق. والختم والمهر، هاي عيني. بس السيد يقول لي: زين ما صورته ما كذا، هاي موجودة بدفتر بفتاوى السيد الحكيم. ولذا هاي نقطة مهمة، يتهم بأن أحد أولاد السيد محسن الحكيم، أجي أحشي لك أسرار، هذا صندوق أسود اسمه السيد محمد رضا الحكيم، هذا لم يعدم، اعتقل وأطلق صراحة من أيام عهد صدام. أيام عهد صدام، هذا منذ أيام عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وعبد الكريم قاسم، يتهم أهل النجف يقولون عنه بعثي، فأنا بتوصيفي ما أقول بعثي لأن عالم وأعرفه شخصيا، وبيني وبين جلسات يم شيخ شريف كاشف الغطاء بالمكتبة، يميل، كان يميل التوصيف الدقيق، مو أنه بعثي، لا، كان يميل إلى البعثيين ضد الشيوعيين. السيد محمد رضا أحد أولاد السيد محسن الحكيم الكبار، يميل إلى البعثيين ضد الشيوعيين، معروف
بالنجف من يجيب طارية دول الرجال الكبار البسيطين يقول لك اي بعثي هذا، يعني ما يقول كان يميل إليهم أو يتفاهم معهم أو كذا. زين لما اعتقل آل الحكيم كلهم باستثناء السيد يوسف لأن أكبرهم سنا ومجتهد ومرجع يعني كبير طبعا في الثمانينات هذا لم يعني يتقرب منه صدام حسين، ترك لكن أولاد سيد يوسف قتلوا وعدموا. المهم هذا والسيد محمد رضا أطلق صراحة، أما الباقون أولاد السيد الحكيم أعدموا، الباقون كله والأحفاد أعدهم. فأنت تقول لي حسب كلامك وحسب روايتك اللي بكل تأكيد أنت تتحمل مسؤولية أستاذ فايق، أن المرجعية في عهد السيد محسن الحكيم هي التي أعطت مباركة وضوء أخضر لحزب البعثيين، وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام الله يوم القيامة لأنني قرأت الموافقة بخطه ومهره مختومة بالمهر موجودة، وأنا ما أريد أحرج أخي وصديقي وما يزال حي وموجود وهو شخصية معروفة أنه يجيبوه يقولوا له تعال احكي خلاف هذا، ما أريد. أذكرت اسمه، تقصد زميلك اللي زميلي إيه؟ نعم، ما أريد أحرجه لأن أكو أساليب حاشاك وحاش المشاهدين الكرام تستخدم من قبل الأحزاب، فمن الممكن يجيبوا يضغطون عليه كذا تعال احكي هل هذا صحيح، يكذب الخبر، ما لي علاقة أنا به ولا إلي علاقة باللي يكذب وباللي يصدق. أنا هذا أرويها لله وللتاريخ وللشعب العراقي. طيب أنا قبل ما أسدل الستار على موضوع مؤقتا طبعا على موضوع المرجعية في عهد، إحنا مرة ثانية قلنا عهد عبد الكريم قاسم، إحنا يمكن يعني دخلنا في موضوع يعني بعد فترة عبد الكريم قاسم، لكن بما أن إحنا أيضا في هذا الموضوع وهذا البحث اللي قاعد نتوقف عند أبرز المحطات فيه، في سياق الكلام أشرت إلى موضوعين مهمين أنا ما ودي أن نتجاوزهم. الموضوع الأول تأسيس حزب الدعوة من قبل شاه إيران أو بدعم من شاه إيران، وراح أقول لك الموضوع الثاني شنو، بس خلينا نتوقف عند الموضوع الثاني مال عبد السلام عارف وعبد الكريم، موضوع آخر راح أقوله بعد شوية، بس خلينا نتوقف أول شيء عند هذا الموضوع الأول، دور شاه إيران في تأسيس حزب الدعوة. بعد مجيء عبد الكريم قاسم إلى السلطة 58 وبروز الشيوعيين هنا بدوا يعني تنفسوا، مو مثل أيام العهد الملكي كان خانقهم العهد في ذلك الوقت، الآن بدوا يتنفسون يعني موجودين بالساحة ظاهرين للعيان. دخل الشاه على الخط كما قلنا قبل قليل، فكان أحد الشخصيات اللي اسمه السيد مرتضى العسكري، وهو باحث وعالم جليل الشأن وكبير وباحث معروف سيد مرتضى العسكري، أسس طبعا هو كلية في العراق اسمها كلية أصول الدين في ذلك الوقت. سيد مرتضى العسكري كبير السن، فطلب منه شاه إيران تأسيس حزب إسلامي شيعي وليس سني، شيعي، لأن الأحزاب السنية موجود، الأخوان المسلمين موجود غيرهم، لكن يريد بالعراق حزب إسلامي شيعي. فالسيد مرتضى العسكري عمل اجتماعات واختار شخصيات معينة من اللي يعمل معهم على تأسيس هذا الحزب، طبعا كان على رأس هذه الشخصيات الشهيد السيد محمد باقر الصدر صاحب كتابي فلسفتنا واقتصادنا والكتب الأخرى، البنج اللاربوي في الإسلام، الأسس المنطقية في الاستقراء وإلى آخره. المهم كان يقوم بدور أن يكتب فلسفة الحزب أو رؤية الحزب اللي هو في كتاب فلسفتنا، وليس كتابا حزبيا، هو يتحدث عن الفلسفة الإسلامية لكنه هو كاتب الحزب ومفكر الحزب. يعني بس نستوضح وأكد لي، أنت حين قاعد تقول لي أن فكرة التأسيس نبعت من شاه إيران عن طريق السيد مرتضى العسكري، عن طريق السيد مرتضى، لأنه تنسب فكرة تأسيس حزب الدعوة للسيد الصدر، هو أحد دقيق مش أحد يعني المتعارف عليه خلينا هم يسموه المؤسس فينسب بس مو الفكرة. أنا الآن جاي أحكي لك على الفكرة وعلى
الطبخة كلها شلون صارت، لأنه اثنين من أولاد المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم مساهمين في تأسيس الحزب مع السيد محمد باقر الصدر، اللي هم السيد مهدي الحكيم ابن الكبير أصغر من سيد يوسف، وسيد محمد باقر الحكيم اللي استشهد بالعراق رئيس المجلس الأعلى في إيران لما كان. هذول المؤسسين مع السيد محمد باقر الصدر. فالموضوع ما كان فقط سيد محمد الصدر. محمد باقر طبعاً الصدر. أكو شهداء خاصة أبو عصام. تخيل أبو عصام اللي هو أبو عصام اللي هو تخيل الله يرحمه، هذا أحد الشخصيات النجفية، هذا من المؤسسين الأوائل عبد الصاحب تخيل، وغيره جلو خان والقبونشي وسيد التبريزي، مجموعة ذول الستة اللي شهداء القبضة، الشيخ عارف البصري، ذول اللي استشهدوا أعدموا في نظام البعث بداية السبعينات بال74، هذول أساسيين ذول. بس أبو عصام عبد الصاحب تخيل أحد، طبعا بالإضافة إلى محمد هادي السويتي، هذا من المؤسسين. لكن مرة ثانية الفكرة في العراق، صالح الأديب في كربلاء، الفكرة في العراق بدأت من السيد العسكري مرتضى العسكري. مرتضى العسكري وهو اللي جمع حسب كلامك، هو اللي جمع السيد الصدر واثنين من بيت الحكيم وبقية الأسامي. بعد نجي خلي شوية أصلح بالهذا، الفكرة شاعت بين أكثر من طرف، منهم السيد طالب الرفاعي يعتبر نفسه في أمالي الرفاعي اللي كتبها رشيد الخيون، يعتبر نفسه هو صاحب الفكرة. هناك آراء تقول بأن الفكرة نبعت من بيت المرجعية السيد محسن الحكيم، بس هنا عندي نقطة جدا مهمة، كل هاي الأفكار هي صحيحة صارت بعد مجيء عبد الكريم قاسم، وكل من يكتب، لأن حزب الدعوة يقول في عام 57 تأسس حزب الدعوة، يعني بأيام العهد الملكي قبل عبد الكريم قاسم. قبل عبد الكريم قاسم السيد طالب الرفاعي يكذب هذا الشيء، يقول لا بل في 59 صار هذا الشيء، وهناك آراء الأغلبية بالدعوة في عام 58 في جميع الأحوال. خذ مني هذا التوقيت لأن أنا بحثت في هذه القصة كثيرا وتوقفت وتمعنت عند كل كلمة. حزب الدعوة ليس عنده تاريخ دقيق للتأسيس، لكن اللي نعرفه إحنا بالنجف وأوساط المرجعية بعد مجيء عبد الكريم قاسم، لأن الشيوعيين ما تسلطوا وتسيدوا الشارع العراقي إلا بعد ثورة 58، أما قبلها لا يوجد حديث عن أنه تأسيس حزب إسلامي شيعي. فأنت قاعد تقول لي أن الفكرة نبعت أن لوجود حزب إسلامي شيعي لمواجهة شيوعيين. بالضبط، والشاه أراد حزبا شيعيا عراقيا يتأسس بالعراق، وكانت أداته أو ساعده الأيمن السيد مرتضى العسكري اللي هو عميد كلية أصول الدين في بغداد ويتواجد بالنجف مع المرجعية، والمرجع الأعلى في ذلك الوقت أو بالأحرى المرجع الكبير اللي موجود سيد محسن الحكيم، وداخل بالشأن السياسي. بس 58 إلى الآن السيد محسن الحكيم ما كان المرجع الأعلى. إحنا قلنا هذا. يعني صار بال61. صار بال61 إحنا قلنا إنه ثلاث مراجع أكو بالنجف، بس مرجع كبير موجود يعني بالنجف وكذا. المهم بالمناسبة ما دام تقول إحنا أكدنا إنه بال61 صار مرجع بعد وفاة البروجوردي، هنالك رأي قوي جدا يقول بأن حزب الدعوة تأسس بعد ال61. طيب استاذ فايق، احنا يعني حتى نتجاوز
موضوع متى تحديدا تم تأسيس حزب الدعوة. الأفكار اللي يستند عليها حزب الدعوة أو الداعي والحاجة لتشكيل حزب سياسي إسلامي شيعي في ذلك الوقت بعد صعود نجم الشيوعيين، شنو المرتكزات الأساسية اللي استند عليها حزب الدعوة وسريعا لاقت صدى وانتشار في الشارع العراقي الإسلامي الشيعي؟ من ناحية الحركية أي بمعنى الحزبية البحتة، لا توجد أفكار شيعية في هذا الشأن. يعني السيد محمد باقر الصدر كتب بالفلسفة وبالاقتصاد ومسائل أخرى متعلقة بالإسلام، لكن ما كتب من ناحية التحرك الثوري وشلون يستلمون السلطة ورؤيتهم للحكم والكذا، ما كتبه. فمنه الاعتماد بالدرجة الأولى على كتابات من أو حزب الدعوة تثقف والدعاة تثقفوا على كتابات من، وهم كالآتي: أولا حسن البنا، ومن بعده سيد قطب إخوان المسلمين، أي أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، هذول كلهم وآخرين طبعا، هذول كلهم كتاب حركيين إسلاميين سنة وليسوا شيعة، فكتبهم وما يطرحوه وأدبياتهم هي التي كانت مصدر إلهام، خلينا نقول لحزب لأدبيات حزب الدعوة. نعم، هاي هي الحقيقة. وكان تصدر عندهم مجلة هم يكتبون بيها كتاب شباب، ويعني أكو عندهم قلم معين، لكن بالدرجة الأساس والاعتماد على السيد محمد باقر الصدر في الكتابات والتنظير من النواحي التي تحدثت. يعني بس نفتح قوس سريع جدا، بس تنقل لي واقع العراق، مشهد العراق في ذلك الوقت من الجانب جانب التدين، خلينا نقول هل مظاهر التدين كانت منتشرة؟ المد الإسلامي كان منتشر في الأوساط العراقية الشيعية، ولا الوضع كان يعني أحد أدوار مثلا حسن البنا أو سيد قطب اللي هي قضية إعادة الروح الإسلامية مجددا والمظاهر الإسلامية مجددا للشارع في مصر وبعدين إلى العالم الإسلامي في العراق، كيف كان المشهد؟ ما يعني في ذلك الوقت هو هذا أحد الأسباب الأساسية لتأسيس حزب إسلامي شيعي، لأنه الساحة لم تكن إسلامية ولم تكن المتسيدة فيها الأحزاب الإسلامية، لا، وإنما الأحزاب العلمانية والأحزاب المدنية، وذكرت لك أنا مثل الحزب الشيوعي على رأسها وأولها، حزب الاستقلال، حزب الوطني الديمقراطي، الاستقلال يحمل أفكار قومية، الوطني الديمقراطي أفكار اشتراكية يميل إلى اليسار، حزب البعث العربي الاشتراكي وهو قومي، القوميين العرب والناصريين، هاي هي الأفكار اللي كانت تسود بالشارع العراقي وليس أحزاب إسلامية. ولذا في فترة عبد الكريم قاسم بدأت يعني تأسيس الأحزاب الإسلامية، سواء بإجازة مثل ما قدمه طلب على تأسيس حزب الإخوان المسلمين أو الحزب الإسلامي، أو بعدم إجازة وإنما سري يتأسس. يعني ليش صار حزب الدعوة سري؟ الحين حزب البعث مش موجود، أي، وعبد الكريم قاسم فتح المجال لتأسيس أحزاب، أي نعم، فليش ما صار حزب الدعوة معلن؟ هو هذا أحد الإشكاليات اللي تؤخذ على حزب الدعوة، أنه أنتوا تقولون إحنا تأسسنا في التاريخ كذا، طيب ليش ما قدمتوا على طلب تأسيس يعني كحزب إسلامي؟ هم شو يقولون، قدموا ولا ما قدموا؟ لا، ما مقدمين. شنو السبب؟ والتاريخ ضايع، تاريخ التأسيس هناك خلاف كبير، بس أكررها هاي بشكل أوضح، خلاف كبير بين الدعاة القدامى الخط الأول، خلاف كبير، ليسوا متفقين على تاريخ، على الأقل يعني أنا سامع من قادتهم 3-4 تواريخ مختلفة، وعلى رأسها وشاهد حاضر حتى الآن قارب عمره 90 سنة اللي هو السيد طالب الرفاعي، هذا أولهم، وآخرين طبعا سامع رأي آخر أنا من صالح الأديب. طيب هذا فيما يخص التأسيس، لكن جزئية أن إذا عبد الكريم قاسم فتح المجال، دليل على أنه ما دليل على أنه يعني ما كان عندهم قرار بتأسيس هذا الحزب بشكل علني وأمام العالم، لا، وإنما يعمل بشكل سري.
مثل ما أراد. استمر استمر طبعا. استمر لا أقصد استمر سر. استمر وقدم تضحيات. لا لا راح أتكلم بعدين على الأحداث. أقصدي استمر خلال يعني إذا اعتمدنا تاريخ 58 59 59 60 61 62 63 فترة وجود بالكريم قاسم استمر سري. استمر لم سري. يظهر للعلن. لا لم يظهر إلى العلن واستمر لكن حتى في أيام عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف سري ولم يظهر للعلن. مو للعلن وإنما يعني حتى عرفت الناس بأنه أكو حزب اسمه حزب الدعوة الإسلامية في عهد البعث. ولذا تم إعدام الوجبة الأولى في يعني مطلع مجيء البعث بداية السبعينات 74 أعتقد الوجبة الأولى الستة اللي يسمونه. كيف كان الوضع طبعا مرة ثانية إحنا هنا قاعد نتكلم مع فائق الشيخ علي بصفته باحث في 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 تاريخ العراق السياسي. إذا قرأت شيء كيف كان الوضع في النجف؟ لأن كنت ذكرت قبل قليل أيضا أن كان هناك تأييد بشكل أو بآخر من المرجعية لحزب الدعوة. نعم. داخل النجف هل كان أيضا في ترحيب؟ إذا أخذنا مع الاعتبار أن الحزب كان عمله سري. لا على نطاق ضيق جدا ومحدود يعني في الأوساط اللي يعني متقترة. النجف صحيح مدينة لها قدسية وعظيمة ومدينة المرجعية لكنها مدينة مدنية والأحزاب المدنية يعني في النجف موجودة ومنتشرة. ففي ذلك العهد اللي نتحدث عنه سواء بأيام عبد الكريم ولا بأيام العهد الملكي الأحزاب السائدة في النجف والنجفيون هم ما بين شيوعي واستقلالي ووطني ديمقراطي وبعثي وناصري أيضا. لا وجود للحزب الإسلامي يعمل في النجف. أنا قلت لك أن في موضوع آخر نقطتين كنت أبي أتوقف عندهم بما أن إحنا قاعدين نتكلم في موضوع المرجعية وفي كلامك اللي أنت أشرت له. إحنا تكلمنا على موضوع دور الشاه في تأسيس حزب الدعوة حسب كلامك. الموضوع الآخر استضفت في لقاء سابق في برنامج صندوق الأسود الدكتور عبد الله النفيسي ومن ضمن المواضيع اللي تحدث عنها خلال فترة وجوده في مدينة النجف تحدث عن هو تحدث عن العلاقة المتوترة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت بين السيد الخميني والسيد الحكيم. أخذنا على السيد محسن الحكيم. السيد محسن قال هلا أبو نجم هلا استريح استريح ابني استريح يابا أنت خوش ولد. يقول لي أنا يابا أنت خوش ولد تقرأ زين وفاهم زين وعندك يعني تعرف شعر وتعرف كذا وهذا ما أنصحك تقابل هذا خميني. فمعناته وصل له خبر من مهدي أنك إيه أنت تروح تقابله. إيه إيه واصل له. لا أو 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 أنا قلت له أبي كذا وقال لي مهدي لازم تستأذن نسيت عاد شنو السياق بالضبط يعني. كان يقول لي لا 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 يعني تسوي المقابلات هذه كلها ماكو مشكلة يعني. بس الشخص هذا أنا ما أبيك تقابله. ما أبيك تقابله؟ إي ما أبيك تقابله. قلت طال عمرك كذا أنت تامرني ما أقابله؟ ما أقابله أنا في ضيافتك. إي ما عندي مشكلة. قال إيه عافية عافية ابني عافية يقول لي. بس أنا كنت ضايق خلقي إني ما أقدر أقابله. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق إن كانت العلاقة متوترة بين الشخصيتين؟ لا معروفة في أوساط الحوزة وأوساط النجف. كلام الدكتور النفيسي دقيق في هذا الشأن. صحيح توصيف جدا دقيق معروفة. وأهل النجف يتناقلون بأنه السيد الخميني طلب من السيد الحكيم أنه يعمل ثورة ضد النظام وهذا. فجاوب السيد الحكيم قال له أنا حسني جدي الإمام الحسن وهو الذي صالح معاوية وأنت حسيني ثوري يعني ضد. هاي معاية تتناقلها يعني بيوتات النجف والمرجعيات وهي معروفة وحتى في الكتب قد يكون الآن لو نبحث عنها يجوز نلقاها موجودة. فأني مو ثائر مثلك وهذا يعني بمعنى أنه مهادن. هاي واحد. الأمر الثاني التوتر السبب أنه الشاه لأن تدري السيد الخميني هو ضد الشاه والشاه طلعه من إيران يعني أي نفاه
نفات تركيا وللعراق، وإجا عاش السيد الخميني فترة طويلة بالعراق. والسيد الحكيم كل المراجع والعلماء يعرفون بأنه مدعوم من قبل شاه إيران. وهناك رقم يتداول به، أنت سجرتني إلى موضوع آخر، حتى تنجح مرجعية السيد محسن الحكيم في العراق كل الأوساط الحوزوية يتداولون الرقم 1,000,000 تومان التي دعم بها شاه إيران مرجعية السيد الحكيم في عام 61. لا هاي وضح لي اياها شنو؟ هاي انه تبرع برواتب الطلبة، لانه شاه إيران تبرع الى السيد محسن الحكيم بمليون تومان، جاي نحكي سنة 1961. هسه الرقم قد يقل أو يزداد، ما معني بي أنا، لكنه هذا ثابت في النجف الحديث حول هذا الموضوع. ثابت بأي معنى؟ موجود في كتب؟ لا في مصادر؟ لا موجود في بعض المصادر الآن ما تحضرني، لكن موجود لدى المراجع والبيوتات. نرجع إلى جزئية العلاقة المتوترة اللي كانت موجودة بين فكانت السيد. العلاقة لأنه محسوب عشان حكيت لك مساعدات الشاه لتوطيد مرجعية السيد هذا الحكيم. كان موضوع متعارف عليه أن في إيران مثلا على سبيل المثال، إيران الشاه أو قبل ذلك، أن يعني المتعارف عليه أن المرجعية سواء في النجف أو في مدينة قم أن هي بعيدة، يعني ميزانيتها خاصة فيها، الميزانية الأموال عندهم يعني تمويل ذاتي إن صح التعبير. يعني الآن وجود دعم مالي خارجي للمرجعية هذا كان أمر متعارف عليه ولا كان لا شيء طبيعي؟ طبعا أنت المشكلة أنه نطلع من حق الألغام، بعدنا ما مشينا في السيف سايد ندخلنا بحق الألغام ثاني. كلامك كله حق الألغام أستاذ فايق، يعني ما جاي نمشي بطريق سوي ما بي ألغام، لا كله ألغام. هسه دخلنا بحق الألغام ثاني. تمويل المرجعية إلى ثلاث مصادر. المصدر الأول هي الحقوق الشرعية، ماكو اعتراض أنه الأخماس، الزكوات، الحقوق الشرعية، كل هذني، هذا المصدر الأول للتمويل، وأغلب المراجع هو اعتمادهم يعني على هذا المصدر. مصدر الثاني شاه إيران، هذا مصدر أساسي ومن قديم وليس حديث. قديم يعني منذ تشيع إيران، يعني الشاه إسماعيل الصفوي في القرن السادس عشر قام في ذلك الوقت يدعم المراجع والمرجعيات ويخصص أموال، وهذا هو مصدر ثاني. هاي صار مصدرين. المصدر الثالث اللي هو خيرية أودة، وهو مصدر بريطاني. فإذن ليس فقط أنه الاعتماد على الحقوق الشرعية كمصادر تمويل. يعني شنو دلالة أن حسب روايتك اللي تقول هي منتشرة في النجف أن شاه إيران أعطى مليون قلت لي تومان، فهذا شلون راح تختم موضوعنا اللي قاعد نتكلم فيه عن موضوع توتر العلاقة اللي كانت بين السيد الحكيم وبين السيد الخميني؟ أموال السيد الحكيم أكبر وأعلى من أموال وعائدات السيد الخميني. بس ذكر السيد، بس ذكر الدكتور عبد الله النفيسي أن كلام السيد الخميني في ذلك الوقت كان يلقى قبول وهوى واستحسان في أوساط الشباب وحتى الطبقة الدينية في الحوزة، يعني كان يستميلون إلى رأي السيد الخميني أكثر من استمالتهم لرأي السيد الحكيم. سبب كتاب الحكومة الإسلامية، سبب أنه الطرح السياسي، لأن السيد الخميني طعم الحوزة في النجف بالطروحات السياسية والمسائل يعني التوعوية السياسية، طبعا اللي تصب في مصلحة ولاية الفقيه، لأن يعني هو الفقيه، هو المرجع، هو القائد، هو الكذا. بس قصدي الآن أكو طرح سياسي، وهذا جاء على هوى شريحة موجودة في النجف. أي يعني عدد من العلماء والناس والطلبة يريدون يعرفون شنو الطرح السياسي للمرجع، لأنهم اعتادوا يدرسون عند المراجع. شي يدرسون
شي يدرسون؟ يدرسون فقه أحكام شرعية، ويدرسون علم أصول الفقه بالإضافة إلى بقية العلوم، ما يتحدثون سياسة ويتطرقون إلى الأنظمة الفاسدة والدكتاتورية وشاه إيران، ما يتطرقون هكذا يعني المراجع في دروسهم وفي بحثهم الخارج. فطبعا هذا يستهوي نوع من أنواع الطلبة. طيب هني شنو الشواهد؟ أكو شواهد محددة معينة، حوادث تؤكد جزئية حالة التوتر؟ يعني احنا ذكرنا موضوع شاه إيران، هو كان هو الأساس يعني اختلاف الرأيين حسب كلامك، لكن في حوادث محددة صارت تبين حالة التنافر أو حالة عدم الانسجام، ما أدري شنو الكلمة الدقيقة، يعني في شيء محدد صار؟ شوف أخي عمار، التنافر أنت الآن جاي تركز على مرجعين وهم السيد الخميني والسيد الحكيم. التنافر والتنافس بتعبير أدق موجود ما بين كل المراجع. أنا شاهد على نوع من أنواع هذا التنافس، راح أعطيك مثل حتى تعيف السيد الخميني والسيد الحكيم لأنه شاهدتي هاي اللي عشتها، وحاشي لك وأكثر من مرة كررنا بأنه أنا تواجدت في بيت السيد الخوئي ولدى السيد عبد الأعلى السبزواري، لأن جاروا بنفس المنطقة نفس البيوت نفس الكلام متواجد. سيد عبد الأعلى السبزواري في الثمانينات رضوان الله تعالى عليه بدأ يفسر القرآن، وكتابه بالتفسير اسمه مواهب الرحمن في تفسير القرآن. السيد الخوئي أدى مقدمة اسمها التبيان في تفسير القرآن، مقدمة مطبوعة من 400 صفحة تتحدث عن مقدمات التفسير وليس تفسير القرآن مثل ما يفسر السيد السبزواري، وهو كتاب مطبوع هذا التبيان من زمان قبل السيد السبزواري. بمجرد أن بدأ السيد السبزواري يطرح المجلد الأول من التفسير ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، مرجعية السيد الخوئي وهاي على يدي لأنه سيد محمد تقي موجود الله يرحمه في ذلك الوقت، طبعت 30,000 نسخة من التبيان لتفسير السيد الخوئي. شنو السبب؟ راح تقول لي شنو الربط؟ الربط لأنه ما أقول بيت السيد الخوئي أو السيد الخوئي نفسه، لا أقول هذا الكلام ولا أتلفظه وأجله عنه، لكن أقول الحواشي بدأت تشيع بأن السيد الخوئي سيتفرغ لتفسير القرآن، لكتابة تفسير القرآن في سبيل التشويش على السيد عبد الأعلى السبزواري وما يطرحه من تفسير جديد أمام الشارع والمقلدين. بس وقتها كان هو السيد الخوي هو المرجع، هو المرجع الأعلى. الأعلى هو المرجع الأعلى. فشنو داعي الحساسية الآن؟ أحكي لك على التنافس، أنا جاي أحكي لك على التنافس ما بين المراجع، وأيضا في وقتها السيد محسن الحكيم هو المرجع الأعلى، فشنو الداعي أنه هو السيد الخميني هذا التنافس؟ مو موجود تنافس ما بين البيوتات المرجعية، نعيشه إحنا بالنجف. وإذا واحد قال لك لا وهي مسائل ربانية وهم ينظرون بقدسية، قد يكون هذا موجود، بس هذا أيضا موجود اللي جاي أروي، لا أحد يستطيع أن ينفي ذلك أبدا. طيب أستاذ فايق، أنا يعني راح يعني أكتفي بهذا المقدار مؤقتا، راح نرجع أيضا إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا القادمة للحديث في المحطات القادمة عن موضوع أيضا المرجعية ودورها في تاريخ العراق، لكن نرجع الآن مرة أخرى إلى عبد الكريم قاسم. احنا ابتعدنا عنه يمكن فترة، رجع عبد الكريم قاسم حتى نصل إلى إعدام عبد الكريم قاسم سنة 63 والأحداث التي جرت سنة 63 أيضا كانت نقطة مفصلية في تاريخ العراق. صح. هني المفارقة أن الضباط الأحرار اللي قاموا بالثورة على العهد الملكي في 58 سريعا ما اختلفوا وانقسموا إلى قسمين، كان أبرزهم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. نعم. شنو هل كانت هل كان الخلاف هو خلاف على الزعامة أم كان في أسباب ثانية، وكيف تعمق هذا الخلاف وصولا إلى إعدام عبد الكريم قاسم؟ هو الخلاف فعلا على عن الزعام على الزعامة. ليش؟ لأنه عبد الكريم قاسم يعني وطني عراقي ما منتمي الحزب، لكن يميل إلى اليسار وإلى التفاهم مع الاتحاد السوفيتي أكثر. عبد السلام عارف كان قومي ناصري، لما يخطب يذكر جمال عبد الناصر ما يذكر عبد الكريم قاسم،
ويذكر بأن أنا اللي دخلت البغداد وأنا اللي طبيت وأنا اللي سويت. هو ينسب لكل شيء له. لا هو ولا جمال عبد الناصر. أي نعم. وإذا أراد يذكر آخر يذكر جمال عبد الناصر، لكن لا يذكر الزعيم عبد الكريم قاسم. يعني كررها عدة مرات. تدري يعني ما يكون عبد الكريم يشوف نفسه وقائد الثورة، وهذا شخص هو جابه صاحب الفضل عليه، جابه أدخله لتنظيم الضباط الأحرار، لأن لما عرض اسمه أول مرة الضباط رفضه وقالوا هذا نتأنى ننتظر نختبره فت 6 شهور حتى نقبل بيك عضو بتنظيم الضباط الأحرار. وفوجئوا في أحد الأيام بأن مدخله وجايبه للتنظيم عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم فرض كأمر واقع فقبله بي يعني. أو أزين هنا النقطة أنه عبد الكريم ليش ساكت ومتغاضي؟ لأنه هذا هو اللي دخل البغداد قبل ما يدخل عبد الكريم قاسم. عبد السلام هو دخل بغداد، أسقط العهد الملكي قبل ما يدخل عبد الكريم قاسم إلى بغداد قبيل يعني بساعات. فحاول أنه يعني يغير من سلوكه ومن أفكاره ومن كذا، ما قدر، رغم أنه يشغل مواقع عليا كما ذكرت لك قبل قليل. يعني زين بعدين حصل الشيء وهي القشة التي قسم الظهر البعير، أنه عبد السلام عارف راح الزيارة إلى عبد الكريم قاسم وكان مسدسة أخفاه يعني ودخل عليه. هنا يقول عبد الكريم، وكان موجود أيضا ضابط رفيق عارف أو أحد الضباط الكبار بالمكتب، يقول إنه راد يختال عبد الكريم قاسم. عبد السلام راد يختال عبد الكريم قاسم. في أي سنة يعني؟ بعدنا في بداية الثورة عام 58، بعد شهور. فدخل عليه للمكتب. يعني الحساسية خلينا نقول من البداية. من البداية. أول يوم. التوتر كان موجود من البداية. من أول يوم صار هذا الانقسام، لأنه ما يجمعهم فكر سياسي موحد أو رؤية واحدة. هذا يعني تفكيره شيء وهذا تفكيره شيء آخر. فإلى أن هو رفيق عارف أو عارف أحد الضباط، أعتقد هو ضابط. المهم أخذ المسدس من عبد السلام عارف. وسأل عبد الكريم من عبد السلام بحضور هذا الضابط، هاي إجماع الرواية، سأله قال تريد تختاني؟ قال لا ردت أنتحر. قال لي انتحر ببيتهم مو هنا يمي. ونحال محاكم عبد السلام عارف وحكم بالإعدام على هالموضوع؟ على مواضيع عدة كلهن ذني العددناهن، أحاله إلى المحكمة محكمة الثورة وحكم عبد السلام عارف وصدر حكم الإعدام ضده. على شنو ما ذكرنا؟ هاي الاختيال وغيرها. على موضوع الاختيال. أي عدد له هواية جرائم وهواية مقترحات وقضايا هواية. واحدة منهن أنه بالاجتماعات قدم سعر الفواكه والخضروات، وثاني يوم مجلس قيادة الثورة نفى هذا التسعير. قال شو تسعر أنت بكيفك يعني التسعير؟ بس هو كان نائب عبد الكريم قاسم. أي نعم هواية. ومرة قال لا ما يصير احنا من انجز اراضي الاقطاع نعطي 1000 دونم سقي او مطرية، نعطي 50 دونم. قال له 50 دونم ما تتنافى ويا العلم ويا التقسيم. خلافات شديدة، انقسامات في داخله. مرة اخرى يعني هاي بتقييم شخصية عبد السلام عارف الله يرحمه، يعني يقول أحد الضباط اللي كان معاه بعدين من صار رئيس الجمهورية، بس أرد أبين لك أنه عبد السلام عارف شلون يفكر. يعني رايح زيارة الجمال عبد الناصر هذا صار بعدين، بس راح أتكلم عنه بعدين. سريعة هاي المحتمان سألها دلالة. فسأله جمال عبد الناصر قال له شخبار محمد فاضل الجمالي؟ قال له تريد أجيب لك راسة؟ ترى ما يكلفني الطلقة ب20 فلس. فعبد الناصر ظل صافن، هذا شلون جواب هذا من رئيس جمهورية وكذا وجاي يزوره؟ فحكم عليه بأنه يعني متسرع، ويعني ما أقول طفل، هو هالشكل تقول الكتب بأنه حكم عليه بأن طفل، بس أنا ما أقول، أقول أنه متسرع بالقرارات وأنه يجيب راس شخصية كان رئيس وزراء بالعهد الملكي ب20 فلس. المهم فمتسرع عبد السلام عارف. عبد الكريم لا، فحاول انه يرضي شيء ما صار. بعدين ورا صدور هاي الحكم والمحكمة اي نعم عفى عنا عبد الكريم قاسم وارسله الى بون سفير العراق في المانيا، بس ما طول كل العملية اسبوعين ورجع يعني وطلب ينحال على التقاعد. وشي هذا الخلاف والانشقاق حصل منذ البداية واتعب
عبد الكريم قاسم، هذا واحد من الانشقاقات، وإلا هن كثيرة جدا. واحد انشقاقات ضباط الأحرار، ضباط الأحرار، وكل واحد عنده ولاء، وكل واحد عنده توجه، وكل واحد عنده، فهم طعنوا الثورة، يعني هم قاموا بالثورة وتآمروا عليها، قاموا بالانقلاب، وواحد قام ضد الثاني ويذبح الثاني بس صارت مذابح خلال فترة عبد الكريم قاسم؟ طبعا صارت ثورة الشواف بال59 في الموصل، مذابح معروفة، شواف سوى انقلاب على عبد الكريم قاسم اللي هو أحد ضباط الحرار، أحد الضباط عبد الوهاب الشواف، واسمها ثورة الشواف، وأنه بالموصل وصار قتل وسحل وانقتل الشواف في وقتها. غير الشواف بعد رفعت الحاج سري حكم بالإعدام منعدم، وهو أبو التنظيم الضباط الأحرار، أول من، وذكرت لك أنا بحلقة ماضية أنه أول من بدأ التنظيم هو رفعت الحاج سري، العقيد معروفة قبل عبد الكريم قاسم. هذا حكم بالإعدام يعني. فمعنى كلامك أن هم الضباط الأحرار هي الثورة بدأت تأكل نفسها، تأكل نفسها، لكن استطاع عبد الكريم قاسم أن ينجو من كل المحاولات، وأن يعني هو يجهز إن صح التعبير على خصومة. أي نعم. لكن شنو اللي مهد الطريق أو عطى، يعني عطى عبد السلام عارف شيء إضافي، خلينا نقول اللي نجح عبد السلام عارف في الوقت اللي فشل فيه الآخرين؟ ما نجح هو اللي يعني نجح عبد السلام عارف عاد الانقلاب 63. نعم، لكن القطرة التي أفاضت الكأس هو إعدام رفعت الحاج سري. كل الضباط الأحرار المحيطين بعبد الكريم قاسم يعني تألموا جدا، وكل واحد من عندهم قرر أنه في يوم ما ينقلب على عبد الكريم قاسم. إيه بس عبد الكريم قاسم ما قام في هالدور إلا لأنه هو هذا انقلب. قصدي ظل يعيش هذا الصراع، صراع رهيب من قبل الضباط، ولا يستطيع أن يحكم. رغم هاي أنجز خلال 4 سنوات ونصف، أنجز ما أنجز. حزب البعث العربي الاشتراكي أي حزب آخر، مثل الحزب الشيوعي، مثل أي حزب آخر، أدى عناصره بداخل الجيش، داخل مؤسسات الدولة، بالوزارات، بالمؤسسة التعليمية، عنده عناصر، فعنده ضباط وعنده جنود ومراتب موجودين داخلين بالتنظيم كبعثيين، هذولا موجودين كضباط، ويعني بمواقع معينة ضمن التنظيم اللي هو تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب. فالحزب هذا قرر يسوي انقلاب على عبد الكريم قاسم، وهذا الحزب بنفس الوقت كان يشتغل بسوريا أيضا يسوي انقلاب بذاك الوقت في عام 63، وفي شباط أيضا صار انقلاب في سوريا، نفس الحزب، حزب البعث هو نفسه، لأن يعني في سوريا والعراق موجود هذا الحزب. فهنا رئيس الحزب علي صالح السعدي هو المخطط للانقلاب، خلي النقطة هاي حتى يفهمها المشاهد. علي صالح السعدي هو أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو المخطط واللي يعرف الضباط اللي متصلين به المنتمين للحزب والمنتمين، وخططوا يوم 8 شباط يسوون الانقلاب. عبد الكريم قاسم عنده أجهزة استخبارية ومخابراتية وأمنية، اجت معلومات بأنه علي صالح السعدي يشتغل ضدك، فقام باعتقاله يوم 7 شباط، وكأنما الآن أمام الخطة فشلت، لأنه رئيس الحزب
واللي راح يزعم لانقلاب محبوس، حبسه عبد الكريم قاسم، فكشف المؤامرة أمام معلومات ما لحق يكشف المؤامرة. ليش؟ لأن الخطة البديلة أو المعلومات الثانوية موجودة لدى الشخص الذي يأتي من بعد علي صالح السعدي، وهو حازم جواد، وهو شخصية يعيش الآن موجود وحي يرزق في لندن، هو الذي قاد انقلاب 8 شباط عام 63. فاجتمع بعض القيادات حازم جواد وقال ننفذ الانقلاب كما هو مرسوم يوم غد 8 شباط من الصباح، ننفذ ونفذ الانقلاب ونجح على عبد الكريم قاسم. ظل عبد الكريم لما بدأت عملية الانقلاب يوم 8 شباط منذ الصباح الباكر في بغداد وطوقت وزارة الدفاع وقصفت بالطائرات، ظل عبد الكريم قاسم يوم كامل يقاوم من وزارة الدفاع، يقاوم من الانقلابين. هو مقر وزارة الدفاع وما عنده مقر آخر، لا عنده مقر رئاسة وزراء ولا هو رئيس وزراء، لكن ما عنده مقر، مقر رئيسي وزارة الدفاع، وينام بالغرفة مالته بوزارة الدفاع، ما ينام غير مكان يتواجد بالوزارة. فظل يقاوم إلى أن في اليوم الثاني بعد طوقه بالدبابات والسلاح نفذ والمقاومين خارط قواهم ما عنده يعني قدرة، وهذا فدخلوا عليه بالدبابات أخذوه يوم 9 شباط إلى الإذاعة والتلفزيون. وهنا الرواية منو اللي خذوا فيه؟ بعثين الضباط في أسامي معروفة؟ هو في أسامي معروفة لكن يعني بهاي اللحظة الآن ما يحضرك؟ إيه ما يحضرني طبعا. فخذوه ودوه؟ أخذوه إيه نعم إيه نعم أخذوه، وهو ما بقوا ياه غير 2 3 المرافق مالته جاسم العزاوي، ويعني فد 2 3 من المقاومين صعدوا بالدبابات أخذوا إلى الصالحية لمقر الإذاعة والتلفزيون، فوجد مجلس عرفي لمحاكمته كمحكمة يرأسها المحكمة عبد الغني الراوي، عميد عبد الغني الراوي من حزب البعث، جايبين البعثيين، هو انتباه شنو، هو مو بعثي لكن جابوا البعثيين لكرهن بعبد الكريم قاسم وقالوا له تعال صدق هذا، يعني ثأرا لرفعة الحاج سري والضباط الآخرين لعدمهم عبد الكريم، وبنفس الوقت أنه يحاكم عبد الكريم. فحاكموه محاكمة أغلب اللي وصفوها أنه اسمها محاكمة لكن لا لم تكن محاكمة حقيقية أبدا. وخير من كتب عن أجواء المحاكمة ودقتها ووضعها ووصفها هو هاني الفكيكي، وهو بعثي قيادي في عام 63 مشترك بالانقلاب، كتب كتاب أوكار الهزيمة. اللي اشتركوا بالانقلاب في ذلك الوقت في عام 63 هو قائدهم اللي ذكرته أنا قبل شوية حازم جواد، ثم محسن الشيخ راضي، ثم هاني الفكيكي، ثم بقية القيادات معهم العسكريين أحمد حسن البكر، عبد السلام عارف، بقية الضباط معهم. فأثناء القاعة المحاكمة أجرت له محاكمة عادية. محاكمة إيش كثر خذت تقريبا وقت. دقائق، وفي مع الإذاعة والتلفزيون ومسجلة يعني. فإلى أن أصدر الحكم عبد الغني الراوي عليه وعلى رفاقه وصفي طاهر ومعروف منه هذا 4 بالإعدام، بس جاسم العزاوي أحد أقاربه طلعه يعني ما خلاه ينعدم من البعثيين وخره، وهو مرافق عبد الكريم بقى عايش وحي يرزق وبقى ضابط بالجيش العراقي، وصدر الحكم. فلما أجوا رادوا يشدون عيونه لأن الحكم كضابط يطلقون عليه النار، فهو قال لهم بلا تشفيه بالعراقي يعني بلا محرمة بلا ما تغطون عيوني، ما أريد تغطون عيوني، وقعدوا على الكرسي وبدأ إطلاق النار وقتله. وعبد الكريم قاسم ليس له قبر حتى الآن، لأنه حتى حتى هاني الفكيكي يقول يعني أخذوه وذبوه بالنهار ما أدري فد مكان بعيد عن بغداد لا أحد يعرف له قبرا حتى هذه اللحظة. وانتهى عبد الكريم قاسم في 9 شباط 1963 أعلن في تاريخ العراق لأول مرة كرئيس جمهورية هو عبد السلام محمد عارف، يعني بعد ما عندنا الآن أكو رئيس وزراء لكن صار عندنا رئيس جمهورية، ماكو بعد مجلس سيادة وغيره، هذا الذي جرى. السلام عليكم أبناء الجيش، أيها الضباط، أيها الجنود، أيها ضباط الصف الأشاوس،
أيها العمال الغيارة، إن الاستعمار يحاول أن يسخر نفرا من أذنابه للقضاء على جمهوريتنا، لكننا سنقضي عليهم بتصميمنا وبتصميم الشعب المظفر، فإننا نحن جنود وشعب 14 تموز الخالد الذي وجه الضربات الخاطفة إلى العهد المباد رغم الاستعمار وحرر أمتنا واسترد لها كرامتها، فإن هذا اليوم المجيد هو لسحق الخونة والغادرين، أبناء الشعب، أبناء الجيش المظفر. إن النصر أمامنا، وإننا صممنا على سحق الاستعمار وأعوانه، فلا تنصتوا إلى الخونة والغادرين، فإن الله معكم، وسوف يندحر الظالمون والغادرون والسفاكون وأذناب الاستعمار، سوف يندحرون عندما توجه لهم الضربات الخاطفة، وقد باشرنا بتوجيهها إليهم. والله ينصركم وينصر جمهوريتنا، أبناء الجيش، أبناء الجيش، أبناء الجيش الغيارة، أيها الجنود، أيها الضباط، اسحقوا الخونة والغادرين الذين تآمروا على جمهوريتنا، اسحقوهم، مزقوهم. أنا الزعيم عبد الكريم قاسم، وإننا أقوى وأمضى وأشد عزما وكفاحا في سبيل الفقراء والنصر للشعب العراقي المظفر، والنصر لكم أيها الغيارة. من اللي وصل لك خبر تحركنا العسكري وثورتنا على نظامك المستبد؟ موجود بيناتنا مو؟ بشرفي ما موجود. انت مينك شرف؟ انا عندي شرف واعتز به، افتهمت؟ عبد الكريم، ليش تدعي خالد مكي الهاشمي لمكتبك؟ سمعت انه بيمارس قضايا سياسية، وانا اعرف رجل عسكري وضابط جيد، فرحت ابعد عن هاي الشغلة حتى لا اخسره ولا الجيش يخسره. ثانيا، انا جيت هنا حتى نتفاوض من اجل العراق، من اجل الجمهورية الخالدة، مو هذا اتفاقكم وياي لو لا. لا ولدي لا، انا صايم. تريد العصب عيونك؟ لا. Thank you.